رسموا على الحيطان، كسروا الإزاز، قطعوا قماش الأنتريه، نسيوا المية مفتوحة لحد ما غرقت الشقة، سابوا إيدك وعدوا الشارع لوحدهم بين العربيات، لعبوا كورة بالكوتش الجديد وفرتكوه، جريوا ورا بعض ووقعوا وتعوروا وفرحوا وعيطوا. جولك آخر يوم وشهم متلحوس وعرقان وحالتهم بالبلة. طب احمد ربنا وبوس إيدك وش وظهر، عيالك أصحاء مش عيانين بالتوحد. طب كده أفضل ولا ابنك يطلع ساكت منطوي ورافض التعامل مع اللي حواليه، وبعد كل محاولاتك تفشل في دمجه في المجتمع، تكتشف إنه مريض ومحتاج علاج، جلسات ومدربين ومراكز تأهيل بعضها صالح وكترها طالح، بتعمل سبوبة على الناس بحجة تعليم أبنائهم نمط الحياة، والنتيجة في علم الغيب أزمة في دخول المدرسة، ابنك عنده توحد مش هينفع ناخده، يا تسيبه في البيت يا تدخله دمج، ما ينفعش ياخد رخصة سواقة، يا راجل هتسيبه يخرج لوحده ازاي؟ والنهاية الأصعب مين هيرعاه من بعدي؟ التوحد مرض خطير ومتعب ومرهق، محتاج تدابير طبية سريعة ودقيقة عشان ما تكرهش سكوت ابنك وسط دوشة اخواته.